السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الحبيبات، طالبات الصف الرابع الابتدائي في مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدراسات الاجتماعية. سوف نقوم اليوم باستكمال دروس الوحدة الأولى. الدرس الأول نتناول فيه خطوط الطول ودوائر العرض، الجزء الثالث. أهدافنا لهذا الدرس: توقع منك طالبة الغالية في نهاية الحصة أن تكوني قادرة على أن تعددي حركات الأرض، تعرفي مفهوم الحركة اليومية، وأن تستنتجي النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها. دعونا نستذكر معا قيمتنا الشهرية لهذا الشهر وهذا الابتكار، والقيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع وهي أهمية العلم، وإن العلم له أهمية كبيرة. يجب علينا أن نحافظ على طلب العلم وأن نجتهد في طلب العلم، حيث أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، وقيل بعض العلماء: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أي منذ بداية عمرنا حتى الموت أو الممات. والعلم له قيمة كبيرة، يجب علينا أن نحرص على طلب العلم وأن نقدم علم ينتفع به فيما بعد. درسنا في الدرس السابق دوائر العرض. دعونا نسترجع معلوماتنا معا. ما المقصود بدوائر العرض؟ نعم أحسنتم، هي عبارة عن دوائر وهمية أفقية متوازية تحيط بالكرة الأرضية، أكبرها دائرة الاستواء ودرجتها صفر. ننتقل لهدفنا الأول، هو أن تعدد الطالبات حركات الأرض. من خلال الحوار بين حمد ووالده نتعرف على حركات الأرض، حيث أن حمد تلميذ في الصف الرابع خرج مع والده في رحلة قصيرة ودار بينهما الحوار التالي: حمد، حركة الشمس من مشرقها إلى مغربها تثير إعجابي يا أبي. الوالد: ولكن الشمس لا تتحرك يا بني، وإنما الأرض هي التي تدور حول نفسها. قال حمد: كيف ذلك يا أبي؟ فأنا أرى الشمس تتحرك كل يوم. قال الوالد: الحقيقة الشمس ثابتة في موقعها، والأرض تدور حول نفسها كل يوم، فينتج الليل والنهار، كما تدور الأرض حول الشمس مرة كل سنة، فتنتج الفصول الأربعة. قال حمد: سبحان الله، أتمنى أن أعرف الكثير عن هاتين الحركتين. والآن حبيباتي سوف نتعلم الكثير أيضا عن هاتين الحركتين. من خلال الحوار نتعرف أن الأرض حركتان. من هذا الشكل نتعرف أن كوكب الأرض هو كوكب متحرك وليس كوكب ثابت. فالأرض كما قرأنا في حوار حمد مع والده لها حركتان: الحركة الأولى وهي الحركة اليومية، والحركة الثانية وهي الحركة السنوية. والحركة اليومية تدور الأرض حول نفسها كل 24 ساعة، أي أن الأرض تتم دورة كاملة حول محورها يوميا كل 24 ساعة. أما الحركة السنوية تدور الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوما وربع اليوم، أي أن الأرض تكمل دورة كاملة حول الشمس في مدارها في خلال 365 يوما وربع اليوم. ننتقل للهدف الثاني، وهو أن تتعرف الطالبات مفهوم الحركة اليومية. الحركة اليومية للأرض عبارة عن أن الأرض تدور حول نفسها أو محورها أمام الشمس من اتجاه الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة مرة واحدة كل 24 ساعة. هنا تدور الأرض حول نفسها كما في هذا الشكل في الدورة اليومية، وهنا في الدورة السنوية. الآن نفتح الكتاب المدرسي صفحة 25 ونجيب على هذا السؤال: تستغرق دورة الأرض حول نفسها؟ نعم أحسنتم، 24 ساعة. ننتقل لهدفنا الثالث، وهو أن تستنتج الطالبة النتائج المترتبة على دوران الأرض حول نفسها. من خلال دوران الأرض حول نفسها ينتج لدينا الليل والنهار، حيث أن خلال دوران الأرض يكون هناك جزء مواجه للشمس
فيكون هنا نهار، وجزء آخر بعيد عن الشمس فيكون هذا الجزء فيه الليل، وذلك نتيجة دوران الأرض حول نفسها ينتج لدينا تعاقب الليل والنهار. أثناء دوران الأرض حول نفسها يكون جزء منها مقابل للشمس فيكون مضيئا، أما الجزء غير المقابل للشمس فيكون مظلما، وبالتالي يتلقى الجزء المواجه للشمس الضوء فيكون النهار، بينما الجزء يسود الظلام في الجزء الآخر البعيد عن الشمس فيكون الليل. ومع تعاقب دوران الأرض يحدث العكس، حيث أن الجزء الذي كان يسود فيه الظلام يصبح في النهار، أما الجزء الذي يكون يسود فيه النهار يصبح ليل. إذن يترتب على الحركة اليومية للأرض ظاهرة تعاقب الليل والنهار. والآن حبيباتي دعونا نتخيل معا ماذا يحدث إذا كانت الأرض ثابتة لا تتحرك. من رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا الأرض تتحرك ليتعاقب الليل والنهار، في النهار نسعى ونعمل ونجتهد، وفي الليل خلقه الله سبحانه وتعالى للنوم والسكون والراحة. ولكن نتخيل معا ماذا يحدث إذا كانت الأرض ثابتة لا تتحرك؟ إذا كانت الأرض ثابتة لا تتحرك، سيظل الجزء المواجه للشمس نهارا دائما والجزء الآخر ليلا دائما، وهذا وضع لا يحتمل ونحن لا نستطيع العيش فيه، حيث ينتج عنه حدوث الجفاف كما توضح الصورة، وبعض المناطق يحدث فيها الجليد بشكل دائم، كما يحدث موت للحيوانات البرية بسبب عدم القدرة في العيش في المناخ الجاف أو الأرض الجافة وعدم توافر مصادر الغذاء والمياه. إذن يحدث أو ماذا يحدث لو كانت الأرض ثابتة لا تدور؟ سيظل الجزء المواجه للشمس نهارا دائما والجزء الآخر ليلا دائما. ومن القيم التي يجب أن نتعلمها حبيباتي هو أن نقدر عظمة الخالق وحكمته في اختلاف الليل والنهار الناتج عن حركة الأرض حول محورها. فمن نعم الله عز وجل أنه جعل لنا الليل لنسكن إليه فيه ونرتاح وننام ونشعر ونأخذ قسط من الراحة، أما النهار فخلقه الله لنا للسعي في العمل في الدراسة في الاجتهاد. لذلك يجب أن نقدر نعمة الله وأن نحفظها ونشكر الله عز وجل على نعمه علينا. والآن نفتح الكتاب المدرسي صفحة 24 ونجيب على هذا السؤال: يترتب على دوران الأرض حول نفسها، نعم أحسنتم، تعاقب الليل والنهار. هنا حبيباتي ملخص درسنا اليوم، درسنا حركات الأرض وتعلمنا أن الأرض لها حركتين، الحركة اليومية والحركة السنوية، وأخذنا مفهوم الحركة اليومية حيث أنها دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق عكس عقارب الساعة، ويترتب على ذلك تعاقب الليل والنهار. وهنا حبيباتي تنتهي حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.